بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خير. دكتور، جاءت الأوامر الإلهية بنظام متكامل، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمله وعمل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة فأنا كنت تلك اللبنة. ما هو خط السير الذي وضع للإنسان حتى يسير عليه في حياته فيسعد ويكون من الراضين المرضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، كأنني أتمنى أن أوضح معالم هذا البرنامج وأبعاد هذا البرنامج. فالذي انطلقنا منه أن هذا الإنسان أعقد آلة في الكون، وتعقيده تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع حكيم عليم عظيم، ولهذا الصانع الحكيم العليم العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالإنسان انطلاقاً من حبه لذاته ومن حرصه على سلامته ومن رغبته في سعادته يطبق تعليمات هذا الصانع العظيم خالق السماوات والأرض رب العالمين. لذلك انطلقنا في هذا البرنامج من أن علاقة الإنسان بربه تكون بمعرفته أولاً، وبحمل نفسه على طاعته ثانياً، وعبادته ثالثاً، والتقرب إليه بالعمل الصالح رابعاً. عندئذ تسلم هذه النفس وتسعد، وتتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فلذلك أول فقرة، أو ولنسميها محطة، أول محطة من محطات هذا البرنامج الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوضيح معانيه الدقيقة وأبعاده الطليقة. أننا جعلنا المحطة الأولى في هذا البرنامج علاقة الإنسان بربه معرفة وعبادة وطاعة في التفاصيل، وتقربا إليه من أجل أن نسلم ونسعد، لأن كل إنسان على وجه الأرض جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. نعرفه من آياته الكونية خلقه، ومن آياته التكوينية أفعاله، ومن آياته القرآنية كلامه. أما المنهج فقد جاء في القرآن الكريم وبينه المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم. هذه المحطة الأولى. فإنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن غابت عنك معرفة الله غاب عنك كل شيء. ولعل معرفة الله أصل في نجاح الإنسان. إن كان هناك فصول في حياته فنجاحه في فصل معرفة الله أصل كل نجاح وسبب كل نجاح. أما المحطة الثانية، أهله وأولاده أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. كيف تكون العلاقة بالزوجة علاقة ناجحة؟ علاقة حب، علاقة وئام، علاقة نصح، علاقة تعاون، علاقة تفاهم، علاقة سلامة، علاقة سعادة. هناك منهج، منهج من عند خالقنا، لأنه خبير ولا ينبئك مثل خبير. وسوف نقف في محطة ثانية في العلاقة الزوجية، متى تكون مسعدة، متى تصحح، متى تعالج،
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة من خلق الله عز وجل، وهذا هو الأصل. فهناك أسباب للسعادة الزوجية وهناك أسباب للشقاء الزوجي، وسوف نقف في المحطة الثانية ملياً إن شاء الله نتحدث عن أسباب السعادة وعن أسباب الشقاء، نأخذ بأسباب السعادة ونبتعد عن أسباب الشقاء. هذه المحطة الثانية. وفي هذا البرنامج ننطلق قبل أن أتابع من أن النجاح لا يكون نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. أنا لا أصدق أن ينجح الإنسان في كسب ماله ولا ينجح في بيته، أو أن ينجح في بيته ولا ينجح في عمله، أو أن ينجح في بيته وعمله ولا ينجح مع صحته. فالآن المنطلق الجديد في النجاح، النجاح لا يكون نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. بدأنا بالمحطة الأولى معرفة الله وطاعته وعبادته والتقرب إليه، وثنينا بالمحطة الثانية علاقته بأهله وأولاده. فالإنسان حينما يربي أولاده تربية إسلامية يسعد بهم ويسعد به، بل إن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال علماء التفسير: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. كل أعمال ذراريهم إلى يوم القيامة في صحيفة الآباء والأمهات. أما المحطة الثالثة، الإنسان له أهل، له أقارب، له جيران، له أصدقاء، له زملاء، هناك عامة الناس، كيف تكون العلاقة مع هؤلاء ناجحة؟ كيف أسعد بمن حولي؟ كيف يسعد بي من حولي؟ هذه محطة ثالثة، فضلاً عن محطة معرفته بالله وعنايته بأهله وأولاده. الآن أن تكون علاقاته طيبة مع من حوله. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أما المحطة الرابعة، الحقيقة هذه المحطة قد تبدو بعيدة عن محور برنامجنا، ولكنني أراها أنها من أشد المحطات لصوقاً بالبرنامج. مسلم يعيش العصر الحديث، في حروب، في اجتياحات، في ظلم في العالم لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أبعاده إلا الله، تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. دول تحتل، ثروات تنهب، شباب يقتلون، الدماء تسفك كل يوم بالمئات بالألوف. المسلم كيف يفسر هذا؟ لا بد من التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ولا بد من أن يعلم علم اليقين ما الجهاد. هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وهناك جهاد دعوي، وجاهدهم به جهاداً كبيراً، وهناك جهاد بنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهناك جهاد قتالي. إذاً في الموضوع الذي سميناه الشأن العام، موضوع الجهاد، موضوع النصر، موضوع التوحيد، موضوع قد يبدو العنوان غريباً، موضوع المستحيلات، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسمح الله لأمة قوية جبارة طاغية أن تنجح خططها على المدى البعيد. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يتخلى الله عن عباده المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه المحطة الرابعة. لكن المحطة الخامسة، هذا الجهاد وذاك النصر يجب أن يتوج بالدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل اختار هذه الأمة لتكون وسيطة بينه وبين عباده. فكيف ندعو إلى الله؟ ندعو بالقدوة قبل الدعوة،
وبالإحسان قبل البيان، وبالأصول قبل الفروع، وبمخاطبة القلب والعقل معا. ندعو إلى الله بالمضامين لا بالعناوين، بالمبادئ لا بالأشخاص. هناك قواعد رائعة سوف نفصلها إن شاء الله في محطتها، محطة الدعوة إلى الله. ولكن هذا الإنسان يكسب رزقه من عمله، فكيف ينجح في عمله؟ كيف يسلم في عمله؟ كيف يقدم عمله عبادة؟ المنطلق الأساسي أن عمل الإنسان الذي يرتزق به إن كان في الأصل مشروعاً وسلك به الطرق المشروعة وابتغى به كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس ولم يشغله عن عبادة أو عن واجب، أصبح عبادة لله عز وجل. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. هذه محطة سادسة، العمل الذي ترتزق منه. وأما المحطة السابعة، محطة الصحة، هناك الطب النفسي، هناك الطب الطبيعي، هناك الطب الوقائي، هناك الطب العلاجي. لأن الإنسان مرتكز لنفسه والوقت وعاء عمله، فالبطولة أن يمضي هذا العمر لا طريح الفراش بل قائماً على قدمين. يعني وسائل الرياضة وتنظيم الغذاء والمتابعة للأمور الصحية، هذه لا تطيل العمر في عقيدة المسلمين، ولكنك تعيش هذا العمر نشيطاً معطاءً، تستطيع أن تحقق ذاتك في هذا العمر. فلذلك يمكن في هذه المحطة الأخيرة أن نتحدث ملياً عن الطب الطبيعي، بذل الجهد مع راحة النفس. وكأن أجدادنا حياتهم كانت شاقة وكانوا يتمتعون بعلاقات إنسانية رائعة، وهذا سبب صحتهم. بينما أهل هذا الزمان راحة ما بعدها راحة، كل شيء جاهز، وشدة نفسية ما بعدها شدة. ولعل مؤتمراً عقد في أوروبا يؤكد أن الكسل العضلي والشدة النفسية وراء تفاقم أمراض العصر. فنحن في محطة علاقتنا بالله جل جلاله، ومحطة علاقتنا بأسرتنا وأولادنا، ومحطة علاقتنا بمن حولنا، ومحطة علاقتنا بالشأن العام، ومحطة علاقتنا بأعمالنا التي نرتزق منها، ومحطة أخيرة علاقتنا بصحتنا. وهذا البرنامج بهذه الأبعاد وتلك المحطات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لتوضيح دقائقه وجزئياته وبيان أبعاده إن شاء الله. إذن هي محاور ومحطات نسعى إن شاء الله في هذا البرنامج إلى أن نلقي الضوء عليها مع فضيلتكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين.